في عناوين نشرة الليلة. نصر الله. الحل السياسي في سوريا يبدأ وينتهي مع رئيس الدكتور بشار الأسد. هاي الانتخابات بتقول هيك. الموازنة تكسر جمود التعطيل. هذه فرصة لتثبت الكتل النيابية أنه هي قادرة تتحاور مع بعض البعض. صرخة أخيرة من وزير التربية إلى المعنيين بالسلسلة. بدي أقول لهم يعتبروا كل واحد منهم بي لهالطلاب اللي هن مستقبلهم معلق بالامتحانات الرسمية. إشكال متجدد في لاسا على تشييد بناء. بس بدنا نهدو، خلي القاضي يهدو علينا. عائلة سورية محترقة تختصر سنوات الأزمة. يقولوا لهم أحلى شاب عنا بالعيلة، أحلى ولد طالع، فهلأ صار بيقول لي أنا أبوش محروق. حتى في أولاد بالشارع إن كان هون وإن كان بسوريا كانوا يقولوا أبوش محروق. لبنان متقدم في الاكتئاب. لا علاقة واضحة من الوضع الأمني بالبلد وللمشاكل التي تواكب الشعب اللبناني يومياً على المستوى الأمني والسياسي. وفي النشرة راهبة تتألق غناءً. هذه العناوين والتفاصيل الأخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل.